فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. سبحانك ربي وبحمدك لا إله إلا أنت، سبحانك ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. العبد عندما يحس بأن إيمانه ضعيف وبأن قلبه يشبه الحجارة قسوة ويقول إذا لقيت ربي بهذه الحالة فما أظنه سيدخلني جنته، هنا عندما تحس بأن إيمانك ضعيف وبأن قلبك مصاب بالحيل أو بالقسوة ينبغي عليك أن ترفع يديك إلى ربك الرحمن الرحيم وتقول له يا رب أنا عبدك الفقير المسكين بين يديك، أسألك أن تتوب علي وأن تغفر لي ذنبي وأن ترحمني. لا تيأس ولا تقطع الأمل، وإنما قل كما قال سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي من تواضع العارفين بالله. الإمام هو الإمام الشافعي، ولكن ليعلمني ويعلمك وليتقرب إلى ربه بهذه المناجاة يقول: ولما قسى قلبي، وتقضاك فهم ديالي، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي ماذا فعل؟ جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. قرآننا هكذا يعلمنا، نبينا هكذا يفهمنا. قرآننا يقول لنا ربكم قبل أن يكون شديد العقاب فلقد كتب على نفسه الرحمة. القرآن الكريم هكذا يقول: كتب ربكم على نفسه، ماذا كتب؟ كتب على نفسه الرحمة. ولمن كتب هذه الرحمة؟ هل كتبها للأنبياء والأولياء والأتقياء فقط؟ لا، كما كتبها لأولئك الصالحين والنبيين كذلك كتبها لأهل السوء والمعاصي والمذنبين أمثالهم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. والله إن المسلم العاقل عندما يقرأ كتب ربكم على نفسه الرحمة ليحس بأن هذه الآية الكريمة تحول ذلك الإنسان الذي كان بعيدا عن الله إلى إنسان قريب من الله، تحول الشقي وليا. فاللهم ارحمنا برحمتك واجعلنا من الفائزين يوم لقائك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية.